البنك المركزي العراقي يعلن الاتفاق مع الخزانة الأمريكية على مواصلة التنسيق والتعاون، وإدارة مطار بغداد تصدر توضيحا بشأن حدوث حريق لطائرة قادمة من مطار بغداد النجف، وشركة مان الألمانية لصناعة الشاحنات ستفتح فرعا لها في العراق، والشيخ محمد بن زايد يوجه دعوة للسوداني لزيارة دولة الإمارات، والعشرات يتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على ارتفاع الدولار. متابعين الكرام، يرجى الدعم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، ونوافدكم بكل أخبار جديدة وحصرية. ونأتيكم بالخبر الأول. أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الجمعة اختتام اجتماع مع وزارة الخزانة الأمريكي في تركيا بشأن سعر صرف الدولار، فيما أشار إلى أن الخزانة الأمريكية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق. ذكر بيان للبنك المركزي محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق والوفد المرافق له اختتام مساء اليوم الجمعة في تركيا اجتماعا مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي براين نيلوس والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك. وأضاف إن وزارة الخزانة الأمريكي أكد دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، في الإشارة إلى تعزيز بما تم بحثه بين رئيس مجلس وزراء العراقي والرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي الذي جرى بينهما يوم أمس الخميس في التأكد على أهمية استقرار العراق للمنطقة. وأشار البيان إلى أن وزارة الخزانة الأمريكي أبدت استعدادها للمرونة للأزمة لتحقيق الأهداف المشتركة، فيما جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري. وجاءت في الخبر الثاني، أصدر إدارة مطار بغداد اليوم الجمعة توضيحا بشأن حدوث حريق لطائرة قادمة من مطار النجف. وذكرت إدارة المطار في بيان، نود أن توضيح للرأي العام وللمسافرين بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من حدوث حريق لطائرة فلاي بغداد المتوجه من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة، فتبين أنه عارض حريق قاطئ في قمر العفش الخلفي للطائرة. وأضافت إن قائد الطائرة قام باتباع السياق الصحيح والهبوط في مطار بغداد الدولي لغرض الكشف على العارض، وأكد أن قسم السلامة الجوي في سلطة الطيران المدني العراقي الذي يعد الجهة المعينة بخصوص ذلك، وبعد مراجعة أوراق العمل الفني وإجراء الاختبار اللازم من قبل المهندس الأرضي على منظومة الحريق في قمر العفش، تبين أن المنظومة تعمل بشكل صحيح، حيث تم تدوين كافة البيانات الفنية المطلوبة في السجل الفني للطائرة والسماح للطائرة بالطيران من جديد. الخبر التالي، كشفت وزارة النقل اليوم الجمعة عن تحرك لشراء أكثر من 400 شاحنة وصهريج من مناشئ عالمية لتعزيز أسطول الوزارة، فيما أعلنت عزم شركة مان الألمانية على فتح فرع لها في العراق. وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح للوكالة الأنباء الرسمية التابعة إن الشركة العامة للنقل البري أحدى تشكيلات وزارة النقل قامت مؤخرا بحملة لتعزيز أسطولها من خلال تقديم مشروع إلى وزارة التخطيط لشراء 100 شاحنة ذات منشأ عالمية من الموازنة الاستثمارية للعام الجاري، وهذا الموضوع متابع شخصيا من قبل الوزير. الخبر التالي، تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما وجه الأخير دعوة للسوداني لزيارة الإمارات. وأوضح بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أنه جرى خلال
الاتصال التباحث في العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وأضاف أن سمو الشيخ محمد بن زايد جدد خلال الاتصال دعوة رئيس المجلس الوزراء لزيارة الإمارات العربية من أجل المزيد من التعاون الثنائي، مؤكدا الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين. وتابع أن السوداني شكر هذا الدعوة مشيرا إلى حرص العراق على إقامة شراكات بناءة مع الأشقاء وأهمية التباحث في تطورات المنطقة، ووعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة. الخبر التالي: العشرات يتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على ارتفاع الدولار. تظاهر العشرات اليوم الجمعة في ساحة التحرير احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال المراسل إن عشرات تظاهروا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. وأضاف أن ساحة التحرير شهدت انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين المتظاهرين وتحسبا لأي طارئ. وفي وقت سابق تظاهر العشرات أمام مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد وسط بغداد مطالبين بخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. إلى هنا وتنتهي أخبارنا اليوم السبت المصادف من 4 فبراير الشباط لعام 2023، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.